أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير، كل الأمة الإسلامية بخير وسلام يا رب، والشعب المصري في أمان وسلام ليوم الدين. عيد الأضحى المبارك، كل سنة وأنتم طيبين. بندبح لسه جايين من الدبيح، معانا لحمة الراس ومعانا اللحم الكندوز ومعانا الكلاوي ومعانا الكبد، كل حلويات الخروف. ولكن عايز أقول كلمتين حلوين قبل ما أبدأ الحلقة. العيد عيد لحمة، يعني اللي احنا ممكن نتغدى نتعشى، مش لازم نخزن اللحمة. كان زمان ممكن نخزن اللحمة 15 يوم 20 يوم، ايه المشكلة؟ اول يوم وتاني يوم، تاني يوم العيد والباقي نوزع القرايب والحبايب والجيران والاقربون اولى، والحاجات اللطيفة الحلوة ديت صدقوني بجد بتفرح الناس، وجبران الخاطر ده عند ربنا حاجة كبيرة. خلونا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهاردة الفتة، والعيد من غير فتة تبقوا ناقصوا حاجة كده، بس هو طبعا عيد عيد، بس الفتة دي أساسة عندنا في كل الدول العربية ومصر بالأخص. هنعمل الفتة النهاردة، هنشوف نعملها ازاي بطريقة جديدة. معانا كمان لحمة مفرومة، أنا بحب الرقاق قوي على فكرة، ممكن الرقاق على السفرة ما أكلش غير جنبه طبق سلطة خضراء. عدل السفرة يوم العيد صحن بطيخ حلو من خير أرضنا، والبطيخ معانا بسم الله ما شاء الله، تعيدنا بطيخة حلوة ومعانا سلطة خضراء، هو ده عدل يوم العيد، لأن فيه لحوم كتيرة فلازم يكون فيه سلطة خضراء، فواكه مشكلة، الحاجات اللطيفة ديت. عايزين نعمل طبق سلطة خضراء حلو. معانا وقت مخرجنا الجميل، الله عليك، وأنا مش عايز غير دقيقة بالصلاة على النبي. السلطة الخضراء دي عندك من خير التلاجة ومن قلب التلاجة بتطلع. معانا طماطم، معانا جرجير، معانا خضرة، كل ده مع بعضه يا عم الشيف. التتبيلة دي بتبقى تتبيلة شوية زيت زيتون وعصير حامض وخلص الكلام. وأنا شخصياً بحبش أتبل السلطة كتير. هناخد السلطة زي ما هي كده بالتركيبة بتاعتها دي كده، والصحن البطيخ أهم حاجة على السفرة. كل ده كوم، والبطيخة اللي أنا جبتها الصبح النهاردة وأنا راجع من صلاة العيد لقيت عربية البطيخ واقفة والدنيا ملمومة على الراجل الطاي ده، مرزة واقف في حتة حلوة. اديني بطيخة يا عم الحاج، قال لي اكسرها، قلت له لا انا ورزقي، انا طالع من صلاة العيد اكيد هتبقى حلوة. واخد البطيخة واجيبها للاستوديو هنا يا اخوانا، بسم الله ما شاء الله شايفينها على الشاشة، محظوظ انا السنة دي مع البطيخ. ده جرجير، طبعا شوية الجرجير كده برضو حلوين مع الفتة كده. خلصت السلطة بتاعتي، والترابيزة زي الفل، صحن بطيخ بعد الفتة يساعد على الهضم ويخلينا ناكل. صحن السلطة مهم جدا على السفرة. الرقاق بقى ده عايز اقول لحضراتكم مزاجي في يوم العيد. سيبك انت بقى، ده الغداء يعني ما اكلش فتة، اكل الرقاق، فيها لحمة وفيها رقاق وفيها حبة البركة، ويا رب البركة تخش كل بيوتنا. وكل عام وحضراتكم بخير، فرصة ان احنا مع بعض النهاردة، وان انا مبسوط ان انا بهيئ كل اخواننا المصريين وكل مصر في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه، كل امهاتنا اللي بيتابعونا وكل الوطن العربي. كل عام وحضراتكم بخير والامه الاسلاميه، ويا رب نكونوا في سلام وامان وايد واحده على شعب واحد ووطن واحد. رؤيا فن ابداع، شوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.